إله إلا الله محمد رسول الله. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن حبيبنا وسيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم سيد الأولين والآخرين. أما بعد، أحبتي في الله، الله تبارك وتعالى واجباتك وحا كم إذا أوين الساري كوغو مهم سن هي حقوق ذا أوين أقوليه إنا أوينينه إنا نقدرينه إنا نتعظيمينه قلبي جينا إنو كوين هذا وعرب كينا كوينينه وحبنه إنو أي قدريان وأي ربي تبارك وتعالى أي وينيان أرنتها سوحا كطلانيا أعماش أن سمينني أقواش أن سمينني العبادات ككل وحي كفر ديان وينينت إلهي تبارك وتعالى إي قدرين تأوين قمضيين هدبا الله وينينتي سوحا كمدا أدومد إلهي إيوان ونهسن إناد كراميسو إناد شرفتو إناد احترامتو وحي كمتها إلهي وينينتيس نبي جن صلى الله عليه وآله وسلم وحليه حديث أبو موسى الأشعري أكورنا يا رسولك أبو داود نكوي من سننكيس نبي جن صلى الله عليه وسلم الله تبارك وتعالى وينينتي سوحا كمدا إن الكرام يولى شرفه روح مؤمن كأه الروبي الرضا له دين تدحد هذا كوع الرئيستي كقرآن كحنبارسن حدود دي سآن دافن آننا كسوكدعن ننك مضحضة مسلمين تحيل كوضحية عدالة دكما مولاية صدح ذا وينين توضو وإلهي وينين تيسبو النبي قول صلوات ربي وسلام عليه كهر وحويان ومؤمن عروبي لأن مؤمن كمركو دينت إلهي إيمانك يطاع ذا إلهي كبر بارو ميزانك إلهي نوح وين أقوشرو إلهي تبارك وتعالى عرضا وعرّيستا وحي تلماميسا وعلامة تلماميسا وناك تلماميسا سيدة أصدرات ديت بأن نبي قيل صلى الله عليه وسلم حديث كالوحي وكوي لأحمد صوصاري روحي إسلام لماذا نحن هذا كوع الرئيستا وإيمانك نحن يسا كوع الرئيستا وإستقو إلهي عابودا يا عرّيستا نبي قيل صلى الله عليه وسلم إلهي وحو أقرى حسنة عرّضا سا حسنة لو قريا الله تبارك وتعالى ذنبي بو كرافا درجنا كرب أقاضا لأن وحوي علامة المام يسوي الضون كان إنه كد أوبي إلهي عبادة سي طاعة سي إيمانك احترام بو مركب مضيع ساس تردد بحديث كان النبي كان وحو كويري صلى الله عليه وآله وسلم ليس منا من لم يجل كبيرنا نجمد معها روح أوينين كان قد دأذا روح دأذا كاد أوين ويرحم صغيرنا كان قد يرك أنا أنو نحريسنين نقمد ما أهب النبي قول صلوات ربي وسلام عليه سيدة أصدراد هداد أهل الإيمان تهد إلهي وينين سودتك كاوين كاد أوين أو مؤمنين تأدأذا كو قدري دأذا كو شرف دأذا كو وينين دا أدا أي قارين وإيمانك إسلام لماذا كو قارين بكام مضيهين إن القدرس إلهي وينين تي سوا قضب كاللواد النبي قوحي صلى الله عليه وآله وسلم والروح قرآن كحنبار سن ودين تحنبار سن علمي قاله قرآن كيقان معنيه سيقان كرد قمية لكن كقرآن كأو كرد قمية أن حد قد بين أن حدود تلابين إسلام أركان وحي اللي قرر بأنك سكرده قرآن كهدي قيسي هي الطريق يسيبه كتاقية وحوفه هنسيه هي أقول عمل فليا
sidii nebi maxamed laga soo gaadhay saxaabadiisii ridwaanullaahi calayhim, dariiqa dhexdhexaadkee diintu jeexday, xaggana uma badanin xaggana uma badanin, dhexduu hayaa qur-aankiibuu haystaa, ku dhaqmayaa, akhrinayaa, baranayaa, ku camal falayaa, faafinayaa. Weynayn buu mudan yahay, waa caalim qur-aanka ilaahay xambaarsan, wuxuu mudan yahay maadaama ilaahay kitaabkiisa iyo hadalkiisa uu xambaarsan yahay in lagu weyneeyo lagu qadariyo, calashaan ilaahay hadalkiisa uu xambaarsan yahay. Ilaahay hadalkiisa ayuu xambaarsan yahay, qur-aankiibuu xambaarsan yahay. Waa ka xadiidka kale nabigeennu ku yidhi sallallahu calayhi wasallam, wayacrif licaalimina xaqa, naga mid maaha ruuxa caalimka naga diinta yaqaana aan xaqiisa garanin iga mid ma aha buu nabigu yidhi salawaatu rabbi wasalaamu calayh. marka cilmigiisa iyo aqoontiisa iyo diintu xambaarsan yahay iyo xilka ummadda u haya mas-uuliyadda diineed iyo u baahan yahay in isagana lagu ixtiraamo oo lagu qadariyo, sharti buu nabigu u xidhay sallallahu calayhi wasallam, waa inuusan xad gudbin, marka labaadna uusan ka soka marin qur-aanka iyo hadyigiisa, waa inuusan ka soka dhicin. midka saddexaad ee nabigu xadiidka ku sheegay sallallahu calayhi wa aalihi wasallam oo sharfidiisu ilaahay weynayntiisa tahay, waa ninka madaxda ah ee muslimiinta xilka u haya ee caadilka ah. caadil marka la yidhaahdo xaakimka muslimiinta maamulayay, waa markuu shareecadda ilaahay ku dhaqmayo, waa markuu ilaahay sharcigiisa dalka ku maamulayo wey, lianna cadaalad ka sokaysa ilaahay sharcigiisa ma jirto. cadaaladdu waa tii ilaahay soo dejiyey, waa ta qur-aanku sheegay, waa ka sunnadu sheegtay, waa kii ummaddu muddo dheer ay ku dhaqmaysa. cadaaladdu waa taa. cadaaladdu ma aha qawaaniin reer galbeed laga soo ergistay iyadoo dhan wada dulmi, amaaha. cadaaladdu waa kitaabka ilaahay iyo sunnada nabiga sallallahu calayhi wa aalihi wasallam. waa xaakim xil buu hayaa, ummaddana diinteedu ku dhaqaya, waana u kala garsooraya, uma kala eexanaya, cadaalad buu ku maamulaya. ilaahay waa jecel yahay tabaaraka wa tacaala. saas daraaddeed baa nabigeennu salawaatu rabbi wasalaamu calayhi xadiidka saxiix albukhaariga, toddobada ilaahay carshigiisa maalinta qiyaamada harsan doona, maalinkaas oon hadh jirin hoosna jirin, toddobada carshiga ilaahay hadhiskiisa harsan doona waxaa ka mida ugu horeeya imaamun caadil, nin madax ah oo caadil ah, isagaa loogu horreysiyey. lianna inta kabala kalaba uu ka nafci badan yahay, markuu hagaago ummadda cadaalad ku maamulo, uusan u kala eexanin sharciga ilaahay ku maamulo, nafciga ummaddu ay ka helayso inta kaleba waa ka nafci ballaadhan yahay, lixda kale ka dambeeyaba waa ka nafci ballaadhan yahay. saas daraaddeed baa ilaahay u jecel yahay tabaaraka wa tacaala bisultaani lmuqsid, xil buu hayaa, waan caadil. intaasiba mu'miniinta nafci weyn bay ugu fadhiyaan, laakiin macnaheedu waxa weeye addoommada ilaahay ee ilaahay caabudaya ee xagga ilaahay u jeeda sharaf, qadari, kakaa weyn ixtiraam, kakaa yar u naxariiso, ka kula siman ee kula da'da qadari. sidaasaa waxaad ku noqonaysaa addoon xaqii ilaahayna gutay, xaqii addoommadana gutay. nabadgeli dadka mu'miniinta cala aqali taqdiir, wax ka yar ma jiro in lagaa nabadgalo. waxa ugu yari waa in afkaagii adinkaaga laga nabadgalo. haddii laga nabadgeli waayo, waxaad ogaanaysaa in aad daaqayso wixii aad ku halaagsami lahayd, meel xun iyo jid xun baad cagta saartay, adduunkaagii aakhiradaadana halis baad ku jirtaa. maxaa yeelay meeshaad ka biyo cabbayso meel sahlan maaha, meeshaad gashay meel sahlan maaha, waa meeshii lagu baabaayee lagu baabi'i lahaa waay. allah tabaaraka wa tacaala binasi lqur'aan wuxuu inagu yidhi kuwa mu'miniinta dhibaya, rag iyo dumarka ah, rag iyo dumarba mu'miniinta kuwa dhibaya, waxaynan kasbanin oynan ayagu samayninna ku dhibaya, waxay kasbadeen buu alla yidhi been abuurad iyo dembi cad buu alla yidhi tabaaraka wa tacaala. ithmi cad iyo been abuurad waa dembi weyn oo culus, buhtaan haddii la cabbiro wax sahlan maaha, hawl culus buu faraha la galay. in afkaagiiyo adinkaaga laga nabadgeli waayo ma sahlan. waxaad ogaataa dadka mu'miniinta ilaahay caabudaya, ka da'da ah, ka dhallinyarada ah, ka sheekha ah, raggooda iyo dumarkooda ilaahay cibaadadiisa ku mashquulsani,
إلهي با إلى شنا يدفع عنيا. إن الله يدافع عن الذين آمنوا مؤمنين تا إلهي با دفاعيا ضد إلهي الدفاع عنيا. مركز أدوغو أدس كتاكتو أفكاقية أدن كاقة لقاردو محاد إلهي كفي لنيسا. نبي محمد وحيولي صلوات ربي وسلام عليه صلاة الصبح روحي تكذي فهو في ذمة الله. صلاة الصبح بو تكذي إلهي وحيو كتشرا مغنتيسا إلهي مغنتيسا يوصا إذن كدل بنن مغن إلهي مغنتا ذا قدال كوتالا كاترسا guriga ga maganta ku ah deegaankaaga maganta ku ah ninka ku gacan dhaafay waa taqana qaabka aad u dhaqmayso maxaad u maleeyneysa maginta maganta ilaahay inuu gacan dhaaf salaadi subax buu tukade waa muumin adigana waa ka baxsan waaye waxaad ku tala gashaa ilaahay tabaaraka wa taala xuquubadiisu inay kugu soo maqanto inna allaha yudafi'u anil ladina aamanu bal iskaba dhaafi rabbi dagaal buu ku cilaamiyay dadka mu'miniinta kuwa dhibaya loxoloobayo caayaya aflagaadaynaya dhibaatada u geysanaya ilaahay dagaal buu ku cilaamiyay xadiid qudsiga fi saxiix al-bukhari allah wuxuu yidhi tabaaraka wa tacaala man caada lii waliyan faqad aadantuhu bilxarb weli awliyadayda ka mida ruuxii loxolooba dagaal baan ku iclaamiyey buu alla yidhi tabaaraka wa tacaala hadiyaar garoobo wuxuu iska celin karaa iska celiya war ma ilaahay baad u baabac dhigi kartaa ma ilaahay baa iska celin kartaa ma ilaahay wax kamid baa iska baajin kartaa maxaad qaban kartaa war waa meel halis ah gelin yaa weye weliga ilaahay ma lawa wadaad baa ma sheekh ebel iyo sheekh ebel baa maya ilaahay baa tawalliyey weli waxa la yidhahda qeexitaankiisa qur-aanku ku qeex alaa ina awliyaa allah laa khawfun calayhim walaa hum yaxzanuun إلهي أوليدي سمنا بقان منا مرقان ييهن إلهي إنت هدو كدين لها ميلان للا آذي لها دور وداد بالغو فصير لها لكن رب الكون با فصيري الذين آمنوا وكانوا يتقون دتك إلهي الرميسا إهدنا كبقاي وكوا أوليدو مربع هدو روح كل ميو إنو إلهي الرميسية والنبي قيس الرميسية وآخر الرميسية وكتبت الرميسية وملائكة الرميسية وقضاء إلهي قدر كيس الرميسية مبادئ إيمانك الرميسية إسلام كان وبقيه واجباتك قدنيه حرامته إسك إلى لنيه وأول إلهي وأولي إلهي ودوان إنت عبادة سنة مؤمنين تكون مشغول سنة إلهي عبادة ديسة وأولي إلهي هو إسك إلى لنيه هداد يلي ويدا صوما meel xun baad ka biyacabtay natiijadeedana waad dhadhamin doontaa mana fogaan doonto aakharana lagugu dibdhigi maayo adduunkaad ku dhadhamin doontaa qaab aad u dhadhamisaba nabigeenna wuxuu yidhi sala allahu calayhi waalihi wasalam laba dembi cuquubadood iyo nafsigoodu ma dahaan ayadoo aakharana loo dibdhigayo oo kayd ay yihiin cuquubadoodu iyo haddana adduunyada soo degdegayaan buu nabigu yuri sallallahu alayhi wasallam labadaa dembi maxay yihiin gardarrada maaga aflagaadada xadgudubka waa kow qodobka labaadna waxa weeye qaraabo goysnimada xigtadaadii iyo qaraabadaada xuquuqday kugu lahayd inaad gudan weydo labadaa dembi cuquubadoodu ma daahdo aakharana kayd yaa la waayay marka adduunyada horta waa la soo hormarina kow dhe dhadhami qaabaad u dhadhamisaba midda labaad aakharana way kuu dambaysaa allah tabaaraka wa tacaala fii suurati almu'minuun markii rabbigeen tabaaraka wa tacaala uu ka warramay qiyaamada iyo mashaahideedii xaaladaheeda halista qaar ka mid a ahlu naarkii naarta galeen wuxuu inoo sheegay inay codsan doonaan allow naarta naga saar rabbanaa akhrijnaa minha ربي ونغا سار فإن عدنا منها فإن عدنا فيها في هدانو كل عبنو أو أنو مر لباد انتا نغا سارتو كل عبنو إلهو أنغا ظالمين إلهو كل عبن مين مر نغا سار جانس قال النسي الله وحو كله تبارك وتعالى اخسأوا فيها ولا تكلموا فقادة أو نارتو كفة قادة ديب دنبنا هاي إلى هالينا 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 نارتنا كفة قادة خلاص واو دماتي مرك ما هي كتمد ان النار تكو واران الله وحي تبارك وتعالى اسقوا السببين
إنه كان فريق من عبادي يقولون كوح الضومضة إذا كمد أيا وحي أهايين كوي إلى هذا ربي ونودن بداف أذيك أذنوب تداف وكوى نحريستنا أقول نحريس بدن إله ذنوب تندر داف الضومضة إذا قار كمد إله إساق إسوطير أشراف تشريفوا الضومضة إذا قار كمد عبادة إذية بريضة إذية توبة كو مشغول صنع فاتخذتموهم سخريا مركزات تشيس تشيس كردغتين كوات كو عيارتان عايدان أفلقا ديسان كو حد قدبتان آيات كردغتين شقات كردغتين أيقون وحي كو مشغول صنايا إلهي عبادة ديسان إذن كنا أيقات شقا كردغتين فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري إلى أي إذن هالمنسيين إلى ذكري يوحي الله إذن دري وكنتم منهم تضحكون واتكو قسلي شرتين واتكو ماذا يسن شرتين صما الله تبارك وتعالى أيقين وحي للصبر كي أي صبرين لبك اللوغ يسن أي صبرين أيو ربي وحي للتبارك وتعالى الليبان باللغسي قلذي ديبيسي أفلقا دينيسي كوشيس شيسيسي كوحد قد بيسينا الله وحي تبارك وتعالى نارتي مركا يقلين على علين اخسأوا فيها ولا تكلمون ها إله اللين النار تكو عرب عليه ورما ديار بادوتا هنا النار تقش ما ديار بادوتا إله عذاب كيس محملي كرتا ورما سهلنا ورها فضوداننا ورسيد فضود إدو حقوق ريس سيد فضود إدو هالليس سيد فضود إدو حد قد بيس أعراض المسلمين تا شرف كودا حوله هذا ليك كودا أدو حد قد بيس كاقصو بحيسو وحدو قاتا إني نساء أبحينين ونما قنانين إني اللي سقد بإيمان دونو الدون كاقا أطر وآخرة هذا أطر ومصلحة هذا أطر وعافمات كاقا أطر والدين هذا أطر وإلمها كاقا أطر وقري كاقا أطر وآخرة هذا أطر وشند هذا أطر وإسطر هذا تسكن حيس وديالي ويدي صباح ننكا ودى محبه وديار قرو آخرية الدوم صلوا وسلموا على خاتم الأنبياء والمرسلين اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث ردنا إليك ردا جميلا ووفقنا لما تحب وترضى. اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. وسبحانك اللهم بحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله